انا اخوي كان مختار القديم حامد صالح. السلام عليكم. السلام عليكم. المنطقه واحد ان شاء الله بخير. كيف كان؟ هلا وسهلا. شلون ذاك الفرع الاخر؟ هذا الفرع، هذا الفرع الاخر. زياد شلون زياد؟ شلونك؟ شلونكم عين؟ ها شلونك؟ الاخ نفس الحاله، الاخ نفس الحاله، بس هذا يتنطط حتى يصيرون طريق يفوتون يتحركون براحتهم. هذا البيت اربع هذا يشيلون حتى الفرع هذا بين فيه 50 بيت يجون يرجعون. ما يستاهل حتى نقل الماي العفو بيجي اللي كانت على ظهرنا وهذا الانقاذ بعد ما تمشي هاي تطلع على الباب الجديد، بس هذا الانقاذ اللي هذيك اللي من الرقابه التجاريه تجي منها نقشك القبل تجي تفوت من الفرع يسوون عاوز يطلقنا، بس احنا نريد هذا ينشال حتى الناس تزرع تتكاثر اكثر. ايش ما تلتقي بين هاي الانقاض؟ لا الاطفال يطلعون فوق بيت وينزلون ويروحون على المدرسه. هاي الطلب عليهم من وين يطلعون؟ من الاطفال يطلعون. الله كريم. بس بعد ابن معيش بس بعد. ايتام هاي جوجه بيت وما لها لغيرها. حتى بيتنا. ايه. وين تستنى هسه؟ هسه كنا بعد. قاعدين. قاعدون هسه جايبين. لا قاعدون ولا خطيئين. كنا نتعاون اذا ما كنا. بلى والله. بلى والله ما خلصوا. انت وفت المات النسي. ابن نور جاي بعد اشتغل. ان شاء الله. هذا ما في شمال عالم ماي ما في. هذيك المعي انا. الناس من ان شاء الله هذا هذول ايتام هون. يعني. بلى والله ما خلصوا. انت وفت المات النسي. ابن نور جاي بعد اشتغل. ان شاء الله. هذا ما في ش